يشارك مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقده البرلمان العربي السبت المقبل بحضور عدد من أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وللحديث حول هذا المشاركة أو حول هذه المشاركة، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله الدوسري، عضو مجلس الشورى وعضو الوفد المشارك في المؤتمر. بعد التحية سعادة العضو، هل لك أن تطلعنا على أهمية مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية؟ المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد في القاهرة يوم السبت المقبل، يعد من أكبر التجمعات لرؤساء البرلمانات العربية، ويكتسب أهمية من حيث تبادل وجهات النظر ومناقشة الأفكار والرؤى المشتركة بين الدول العربية، خصوصا أن البرلمانات أصبحت تؤدي أدوارا ومسؤوليات مهمة، فهي المعنية بوضع وسن التشريعات والقوانين التي تعتبر القاعدة الأساسية للتطور والتقدم الذي تنشده المجتمعات. وبالتأكيد أن مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى على رأس وفد يضم عدد من أعضاء مجلس الشورى في هذا المؤتمر مهمة وضرورية، وتأتي انطلاقا من حرص المجلس على التفاعل والمشاركة الإيجابية مع المحافل البرلمانية العربية وإبراز الدبلوماسية البرلمانية التي تنطلق من الدبلوماسية البحرينية. وبإذن الله سيلقي معالي رئيس مجلس الشورى كلمة إلى جانب كلمات أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وفي ختام المؤتمر، وثيقة القاهرة التي ستتضمن التوصيات والتوافقات التي أجمع عليها رؤساء البرلمانات، وستحمل عنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، ونتطلع إلى أن تكون هذه الوثيقة خطوة في مسار تعزيز وترسيخ العمل البرلماني العربي، والتأكيد على الممارسات الديمقراطية المتقدمة التي تنهض بالدول وتنمو بالمجتمعات. إذن سعادة السيد عبد الله الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد المشارك في المؤتمر، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.